لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول الطعام الحار أو الساخن؟ السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الآخرين، خاصة فيما يتعلق بأمور الفطرة من المطعم والمشرب والمنكح، وقد جاءت آثار عديدة في حثه صلى الله عليه وسلم على تكثير المرق وإطعام الجيران. ويقول جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى لحماً قال لأهله: أكثروا المرق وتعاهدوا الجيران. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الطعام إلي ما كثرت عليه الأيدي. من تناول الطعام الساخن أو الحار فهيا بنا لنعرف. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. فقد جاء الأمر بتبريد الطعام قبل أكله ومثله الشراب، والنهي عن أكله حاراً. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. وروى البيهقي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطعام حتى يمكن أي أكله، ولكن في سنده ضعف. وروى أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الشراب الحلو البارد. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير في معنى هذه الأحاديث: أبردوا ندبا بالطعام، أي أخروا أكله إلى أن يبرد فتناولوه باردا. والمراد هنا نفي ثبوت الخير الإلهي، فيكره استعمال الحار لخلوه من البركة ومخالفته للسنة، بل إن غلب على ظنه ضرره فيحرم. وقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: إنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. وروت خولة بنت قيس رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت له عصيدة فقدمتها إليه، فوضع يده فيها فوجد حرها فقال: حس. ثم قال: إن ابن آدم إذا أصابه حر قال حس، وإن أصابه برد قال حس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصحفة تفور فأسرع يده فيها، ثم رفع يده فقال: إن الله عز وجل لم يطعمنا نارا. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالطعام الحار فإن الطعام الحار لا بركة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب. ومن آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه ويأكل على مائدته. وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقط، أي اللبن المجفف والسمن، وترك الضب تقذرا. يقول عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه: إنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: اطبخوا هذه الشاة، وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه، واطبخوا وأثردوا عليه. وقال: وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. فلما أصبح وجاء وقت الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا عليها، فإذا أكثر الناس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. ثم قال: خذوا فكلوا، فوالذي نفسي بيده لتفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الطعام الحار حتى يذهب فوره ودخانه.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.